بغير البعيد عن فيروس كورونا، في معركتنا مع هذا الوباء تتجه أنظار العالم إلى الدول الأشد تضررا وفي مقدمتها إيطاليا التي شهدت واقعا صحيا كارثيا بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد. وبعد أن انخفضت أعداد الإصابات والوفيات وبدأت تخف تدريجيا عقب إجراءات الإغلاق العام، عادت هذه الأرقام لترتفع. فما هو الواقع الصحي في إيطاليا اليوم؟ الجواب سيكون مع البروفيسور حسين جلوس، هو أستاذ جلوس أستاذ محاضر في كلية الطب في جامعة بافيا شمال إيطاليا. صباح النور. أستاذ دكتور حسين، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسين، نحاول الآن العودة إليه. دكتور حسين، صباح النور. صباح النور، صباحك وصباح لبنان. يعني اولا نتمنى اولا السلامه لك ولكل اهلنا في ايطاليا. يعني على ما يبدو ان ايطاليا تعود شيئا فشيئا لتدخل الى شيء من الكارثه التي عاشتها. ما هو الواقع الصحي اليوم في ايطاليا في ظل انتشار الفيروس؟ نعم، اسمح لي قبل انه اصبح لبنان. إيطاليا، خلينا نبلش من آخر إحصاء، يعني أحصت إيطاليا أكثر من 1000 إصابة، للأسف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، وسجلت بذلك يعني أسوأ حصيلة يومية منذ رفع الإغلاق في شهر مايو الماضي. وتؤكد يعني الحصيلة الجديدة المنحى التصاعدي للأسف الذي تسجله الان ايطاليا في هذه الايام الاخيره، وليس فقط في ايطاليا، ايضا بل معظم الدول الاوروبيه. يعني هناك ميل الى التدهور التدريجي للاوضاع وحاله خوف وحاله حذر من تفشي الفيروس في كامل المقاطعات. يعني سيناريو تقريبا كارثي ينتظر ايطاليا واوروبا في فصلي الخريف والشتاء في حال استمر مسار اصابات الكورونا في الارتفاع. للاسف الخيارات ضيقه جدا في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي الذي يدفع يعني اصحاب القطاعات الى تطبيل تعويض الخسائر على التشدد في الاجراءات. وبعد ان اختلفت الاراء ايضا وتباينت بين مؤيدين ومعارضين لاقفال البلد كليا بسبب الاوضاع الاقتصاديه، نجد انه لا مفر في هذه الحاله من الوعي الفردي ومن اعتماد الكمامه وغسل اليدين باستمرار. طيب دكتور، يعني البلاد شهدت في فتره من الفترات انخفاضا في عدد الاصابات والوفيات، عادت لتشهد ارتفاعا ملحوظا، ما هو السبب برايك؟ بالنسبه الى ارتفاع اعداد الاصابات مؤخرا، والذي هو مصدر قلق وقلق كبير ايضا، يعود حتما الى سببين رئيسيين، وهما اولا اعاده الفتح التام الذي نتج عن الجائحه الاقتصاديه وايضا عن الجائحه النفسيه. والسبب الثاني هو ظاهره استهتار الناس وعدم احترام وتطبيق التدابير الوقائيه كاستعمال الكمامات والتباعد الاجتماعي. يعني بناء على هذه المعطيات وعلى استهتار البعض بالوقايه، ولما ايضا على تقاعس يعني السلطات المختصه بالزام المواطن على تطبيق التدابير، فان النظره الى مستقبل الوباء في ايطاليا برايي هي نظره نوعا ما تشاؤميه. طيب دكتور، يعني تحدثنا عن ارتفاع اعداد الاصابات، اليوم ما هو دور السلطات وكيف تواجه السلطات هذا الموضوع، وماذا عن القطاع الصحي وقدرته الاستيعابية اليوم؟ نعم، فقدان السيطرة يعني على الوباء أمر ممكن في أي دولة في العالم. يعني حتى الدول الأكثر تقدما كما رأينا والأكثر جهوزية من الناحية الصحية، يعني بالنظر إلى ما حصل في أوروبا أو ما حصل في الولايات المتحدة وباقي الدول، هذا لأننا للأسف نتعامل مع فيروس غدار، والأخطر من كل ذلك أنه فيروس يعني سهل وسريع الانتشار. إذا هو قادر على تركيع أفضل النظم الصحية إن لم تكن جاهزة لمواجهته. طبعا هذا يعتمد على التكاتف بين المواطن والمسؤول، وأن يؤدي كل منهم دوره بإخلاص ووعي وإدراك.
المواطن يطبق التدابير الوقائية وبذلك يتحاشى العدوى، وذلك يعني عدم إدراك المستشفيات والطواقم الطبية بأعداد كبيرة من الإصابات. المستشفيات الإيطالية حاليا هي في حالة جاهزة أكثر بكثير عما مضى من ناحية التجهيزات ومن ناحية الأسرة وغرف العناية الفائقة والمعدات. المسؤولون أولوا الاهتمام من هذه الناحية إلى تجهيز المستشفيات استباقا لنتائج سلبية محتملة أو كارثية قد تنتج عن أي تدهور محتمل للحالة الوبائية. نموذج بسيط مثلا هو تخصيص المستشفيات لمرضى الكوفيد مجهزة كأسرة وعناية فائقة وأدوية، وتوجيه باقي المرضى إلى مستشفيات أخرى. إذا هم في حالة تجهيزية جيدة في هذه المرحلة. يعني هذا يقودنا إلى النقطة التالية، إعادة الفتح المرافق العامة وعودة الحياة العملية والاجتماعية على طبيعتها تقريبا ساهم بارتفاع الأرقام مجددا. إيطاليا تعلمت من التجربة المريرة التي ذاقت لوعها في بداية انتشار الفيروس، هل تتجه السلطات إلى إعادة تشديد إجراءات الوقائية والتباعد؟ نعم، لنقل أن الحكومة اتخذت تدابير عدة لاحتواء ما نسميها الموجة الثانية من العدوى عبر إغلاق الملاهي الليلية مثلا اعتبارا من هذا الشهر 17 أغسطس، يعني منذ 10 أيام، وفرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المغطاة بين 6 مساء و6 صباحا، كما أن الشرطة أيضا تفرض غرامات مالية مرتفعة لمن لا يلتزم ويضع الكمامة أو لا يحترم مسافات التباعد. يعني نحن الآن في حالة فتح تام وليس تخفيف، والتزام المواطن يتراوح بين مقبول وسيء، ليس هناك التزام تام من قبل الجميع، وللأسف الناس ذاكرتها ضعيفة، يعني سرعان ما نسيت ما جرى منذ 2 أو 3 شهور، ورغم كل التحذيرات المتواصلة ليس هناك للأسف التزام تام بالتدابير الوقائية، والخوف من نشوب يعني بؤر عدوى جديدة هو سيد المرضى. الآن تسود حالة من التخوف مثلا لدى السلطات المحلية مع اقتراب موعد افتتاح المدارس مثلا للعام الدراسي الجديد، يعني في غضون أيام قليلة، وهناك عمل بوتيرة متسارعة جدا لتأمين قاعات مجهزة للتباعد بين الطلاب، وتأمين أيضا المستلزمات اليومية من أجهزة الوقاية كالكمامات والمعقمات إلى آخره. طيب دكتور، بحسب مشاهداتك يعني هل يمكن أولا أن نقول بأن إعادة أو عودة انتشار الفيروس في إيطاليا يعتبر الموجة الثانية من كورونا، وهل هي أشد فتكا أم أن الجسم أصبح أكثر مقاومة له؟ برأيي من الناحية العلمية نحن لسنا في فترة المرحلة الثانية الآن، الموجة الثانية المشهورة. الموجة الثانية برأيي إن أتت ستأتي في فصلي الخريف والشتاء، يعني نحن نقترب منها طبعا، ولكن لا نعيشها حتى الآن. ربما تكون هذه بداية هذه المرحلة، البداية التحضيرية. يعني بالنسبة لتغير الفيروس، بكل بساطة يجب القول أن التغير الشفة الجينية لأي كائن بيولوجي، ليس الكورونا فقط، يعني ليس في حد ذاته شيء غريب أو غير متوقع، وهو كذلك إذن بالنسبة لفيروس كورونا الجديد. يعني الطفرات الجينية لا تعني أن الفيروس أصبح أكثر شراسة أو أصبح أضعف. أما الانتشار الجغرافي للفيروس يعني وتشتت الإصابات، فهو يعود طبعا إلى تنقل المصابين بين الدول بعد فتح المطارات، وهو ما يسمى بالإصابات الوافدة. في حالات خاصة يعني تختلف حدة الفيروس بين شخص وآخر، يعني حتى عند الشباب، وهذا يعود إلى سببين رئيسيين، وهما الأول يتعلق بالمريض نفسه، أي جهاز المناعة عنده وحالته الصحية قبل الإصابة كوجود أمراض مزمنة وغيره. أما السبب الثاني نعم يتعلق بالفيروس، وبالأخص ليس بالتحويرات ولكن بالحمولة الفيروسية، أي عدد الفيروسات التي تدخل إلى جسم المصاب وليس الطفرة التي قد تطرأ على شفرته الجينية. هناك مفاجأة جديدة مثلا اليوم في أوروبا، هي أن فيروس الكورونا هناك موجة إصابات جديدة بين الشباب. يعني صحيح أنه لا يزال متوسط عمر الوفيات مرتفعا، لكن ذروة العدوى الآن مثلا في إيطاليا بين المراهقين والشباب تثير القلق،
لقد كشفت أدت تحاليل ودراسات أن أكثر من 45% من التشخيصات الجديدة تعود إلى أشخاص تبلغ أعمارهم تحت 30 عاما. يعني برأيي يمكن أن يكون هذا الاتجاه بسبب إعادة طبعا فتح الحانات والمطاعم والأنشطة الرياضية والشبابية، والشباب هم الجزء يعني من السكان الذين استأنفوا الخروج من منازلهم للترفيه والعودة إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى أن الشباب هم أقل اهتماما طبعا بقواعد الحماية كاستعمال الكمامات والتباعد لأنهم يظنون أنهم محصنون. يعني هذه الحالات سجلت ليس فقط في إيطاليا بل أيضا في كل دول العالم، وهناك طفرة في الإصابات الجديدة بين الشباب مع نسبة كبيرة من المصابين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما مثلا. وأعتقد أن هذه الحالة تعود إلى استئناف مثلا الحياة الليلية، حيث أصبحت النوادي الليلية والمراقص النقاط الساخنة التي بدأت منها سلسلة. يعني يبدو أننا دخلنا بالفعل كما تفضلت يعني في بداية أو استهلال المرحلة الثانية. البروفيسور حسين جلوس، أستاذ محاضر في كلية الطب في جامعة بافيا، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من شمال إيطاليا. شكرا لكم على الاستضافة. مشاهدين